فرصة لتبادل الخبرات وسط دعوات إلى تذليل العقبات التشريعية أمام القطاع الخاص في هذا الصدد. مع افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للمستشفيات المتميزة، خيم الحديث حول مدى مناسبة التوقيت لتحويل العلاج بالخارج إلى الداخل على أجواء المؤتمر. وبموازاة الاطلاع على تطور القطاع الخاص ونموه في المعرض، جاءت التأكيدات من وزارة الصحة على أهمية تذليل العقبات أمام هذا القطاع لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة. نحن كوزارة الصحة نشجع القطاع الخاص أن يأخذ دوره ويكون مكمل لخدماتنا اللي موجودة لتقديم الصحة. وكما تعلم حنا حريصين أن نقدم تشريعات بسيطة وتسهيل الإجراءات كلها، ولكن مع الاحتفاظ في جودة الخدمات الموجودة المقدمة. ونحن نشجع كمان بوزارة الصحة هذه المستشفيات الخاصة أن تعمل توأمة وتعاون مع مستشفيات عالمية معروفة كما عملت وزارة الصحة. هذا المؤتمر يأتي في وقت تطلق وزارة الصحة العديد من المشاريع لتطوير الخدمات الصحية. هذا المؤتمر يكمل هذه الخطط من خلال استضافة المستشفيات المحلية والخليجية والعالمية المتميزة في خدماتها الصحية لبحث إمكانية التعاون مع المستشفيات في القطاع الخاص من خلال التوأمة الفنية. بعض العمليات بدأت تحول إلى القطاع الخاص، وهذا حقيقة سيساهم بتطوير الخدمات الصحية وتوفير كلفة العلاج بالخارج. المؤتمر الذي جذب أكثر من 50 مستشفى من كافة أرجاء العالم والمستمر حتى 9 أكتوبر يعد فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الخاص والاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الخاصة محليا ودوليا. نعتقد أن من حق المجتمع ودولة الكويت على الجميع وخاصة في مجال الصحة أن يقدم الأفضل، وفضل الله مستشفى السلام هو أحد المستشفيات اللي تقدم خدمات طبية متميزة من جميع المقاييس. علاقتنا المتميزة مع كثير المستشفيات العالمية نستطيع أن نوفر كثير من التخصصات اللي محتاجتها دولة الكويت. فمثل هذه المؤتمرات ومثل هذه اللقاءات تحفز أو تشجع أسر التواصل ما بين المستشفيات المحلية والمستشفيات الدولية والعالمية والخارجية علشان يعطي الكواليتي تزيد. ويشكل معرض ومؤتمر الكويت الدولي الأول للمستشفيات محطة مهمة يلتقي على أرضه عدد منها بهدف تناقل وتبادل الخبرات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى. محمد الحياري.